تواصل أجهزة وزارة الداخلية جهودها لضبط جرائم غش المستلزمات الطبية والأدوية بكل أنواعها، حيث تمكنت من ضبط عدد من القضايا في هذا الإطار، تنوعت ما بين ضبط أدوية كهربائية جمركية محظور تداولها بالأسواق ومستلزمات طبية مغشوشة ومقلدة. المزيد في التقرير التالي. تتصدى أجهزة وزارة الداخلية لجرائم الإتجار غير المشروع في المستلزمات الطبية ومحاولات غشها. في هذا الإطار تمكنت مديرية أمن الجيزة من ضبط أكثر من 55 ألف عبوة أقراص وأمبولات مدرجة على جداول المخدرات وأدوية مستوردة ومهربة جمركياً وممنوع تداولها بالأسواق بحوزة صيدلي داخل مخزن غير مرخص وغير متوفر فيه الاشتراطات الصحية. مديرية أمن الإسكندرية تمكنت من ضبط 34 ألف عبوة أدوية متنوعة ومنشطات مجهولة المصدر بحوزة مالك مخزن بدون ترخيص بقصد طرحها للبيع بالأسواق. كما نجحت المديرية في ضبط 21 ألف كمامة مجهولة المصدر وتشكل خطراً على الصحة العامة بحوزة المسؤول عن مخزن بدون ترخيص للمستلزمات الطبية. مديرية أمن المنوفية تمكنت من ضبط 1,500,000 كمامة طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية ومدون عليها علامات تجارية وهمية، إضافة إلى 124 طن مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بحوزة مالك مصنع بدون ترخيص لإنتاج المستلزمات الطبية. كما تمكنت مديرية أمن البحيرة من ضبط 300,000 قطعة كمامة طبية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية بحوزة مالك مخزن غير مرخص لتجارة المستلزمات الطبية. مديرية أمن الغربية تمكنت من ضبط 21,000 قطعة مستلزمات طبية مجهولة المصدر وأكثر من 12,000 عبوة أدوية خاصة بعلاج العديد من الأمراض المزمنة مهربة جمركياً وغير مسجلة ومحظور تداولها بالأسواق وتشكل خطراً على الصحة العامة للمواطنين بحوزة المسؤول عن مخزن بدون ترخيص للأدوية والمستلزمات الطبية. مديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط نحو 9,000 قطعة مستلزمات طبية و80 أسطوانة أكسجين طبية مجهولة المصدر. قام مالك شركة لتجارة المستلزمات الطبية بدون ترخيص بتجميعها تمهيداً لطرحها بالأسواق. كما نجحت المديرية بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام والإدارة العامة لمكافحة المخدرات في ضبط صيدلي ومساعده لإتجارهما في العقاقير المخدرة والمدرجة على جداول المخدرات وبحوزتهما 4,700 قرص وأنبول مختلف الأنواع ومؤثر على الحالة النفسية والعصبية.